ينضم إلينا الآن من بافاريا مراسلنا جو تابت. جو أهلا بك معنا. إذا ماذا على أجندة اليوم الثاني من قمة دول مجموعة السبع؟ داليا، هو يوم أوكرانيا بامتياز في الواقع بعد كلمة الرئيس زيلينسكي التي خاطب فيها قادة دول الصناعية الكبرى. ثمت مطلبان أساسيان، الأول هو أوكراني. زيلينسكي عبر بشكل واضح أنه يريد أسلحة متطورة، مقاتلات حربية، أنظمة دفاعية صاروخية متطورة لحماية العاصمة كييف. في الجانب الثاني هنا في بافاريا ثم التأكيد على أن الدعم سيبقى في الأطر التي عهدناها في الأشهر الماضية. ما زالت هناك حدود وما زال هناك سقف لهذه المساعدات العسكرية. طبعا في أيضا هناك كان هناك إعلان واضح من قبل القادة صباح هذا اليوم بأنهم سيفرضون تعريفات جمركية على الصادرات الروسية. يمكن القول ولا نبالغ فيه بأن ثمت اتجاه إلى معاقبة روسيا اقتصاديا أكثر منها عسكريا. هناك تجاذب في الواقع في الآراء بين بعض الدول الأوروبية من ناحية ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة وبريطانيا. أيضا الاجتماعات اليوم ستكون مغلقة، ستبحث في مسألة الأمن الغذائي بعد ظهر هذا اليوم. لكن هناك أيضا معلومات دعيني أشير إليها ولو بسرعة بأن ثمت مطالب واضحة وصلت إلى بعض الدول الأوروبية بأن أوكرانيا ستجدد مطلبها للانضمام إلى حلف الناتو. طبعا هذا موضوع حساس، الولايات المتحدة كانت عبرت في السابق عن خشيتها من اللجوء إلى هذه الخطوة، لكن يبدو أنه تم إعادة نقاش مناقشة هذه الفكرة بصوت عال. نعم، شكرا لك مراسلنا جو تابت، كان معنا من بافاريا.